على إثر معلومات وردت إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، مفادها وجود رعاية أجانب من جنسيات أفريقية يقومون بتزوير العملة الوطنية والأجنبية. على إثر ذلك تم استغلال هذه المعلومات، وبالتنسيق مع عناصرنا العاملة في الميدان تم نصب كمين محكم أين تم توقيف رعيتين أجنبيتين من جنسية إفريقية بحوزتهم بعض معدات تزوير العملة الوطنية والأجنبية، استغلالا للمعلومات التي أدلى بها هذين الرعيتين. تم مداهمة المكان الذي يقوم فيه بقية شركاء، أين أسفرت العملية عن توقيف 16 رعية إفريقية من جنسيات مختلفة.